تحية طيبة مشاهدينا، مرحبا بكم في العدد الأول من برنامج الحوار الاقتصادي في موسمه الرابع على التوالي. البرنامج وكما تعلمون يتناول بالتحليل والنقاش أهم الأحداث الاقتصادية الراهنة في ظل ما تعرفه الجزائر من تغييرات جذرية في اقتصادها وانتهاجها نموذج اقتصادي جديد للنمو مبني على تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات وإنعاش القطاعات البديلة كالصناعة، الفلاحة والسياحة. وكالسنوات الماضية أخذ الجانب الاقتصادي حيزا هاما في برامج الحكومة المتتالية والمنبثقة عن المخطط الخماسي 2015-2019 لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وكنا في نهاية الموسم الماضي من البرنامج قد رافقنا أشغال الثلاثية التي انعقدت في بداية جوان المنصرم والتي تمخض عنها الإعلان عن نموذج اقتصادي للنمو يؤشر للخروج نهائيا من تبعية المحروقات. وكان الهدف الرئيس لهذا النموذج حسب ما ورد في نتائج الثلاثية هو التوصل إلى مستويات متحكم فيها في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية وضمان عدالة اجتماعية دون كلفة اقتصادية إضافية. إضافة أيضا إلى أهداف أخرى سنحاول التعرف عليها وتحليلها في بلاطو اليوم الذي يستضيف أولا السيد عاشور تلي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أهلا بكم السيد تلي. شكرا. نستضيفه أيضا خبيرنا الاقتصادي حميد علوان. أهلا بكم سيدي. معنا أيضا من ولاية تيزي وزو محمد عبد السلام صاحب شركة النمر الأسود وهي شركة أونساج، شركة ناجحة. سنتعرف على تفاصيل كل هذا بعد قليل سيد عبد السلام، شكرا على تلبية الدعوة. ومعنا سامي عقلي مدير عام مجمع عقلي مستثمر ومتعامل اقتصادي، نشكركم على تلبية الدعوة سادتي الأفاضل. وقبل ذلك وقبل أن نشرع في التحليل والنقاش، كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أسهب خلال زيارته إلى ولاية سعيدة مؤخرا في الحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد، وقال إن هذا النموذج يقوم على رؤية اقتصادية براغماتية واضحة بعيدا عن المحروقات، كما أعطى الوزير الأول أرقام تتعلق باحتياطي الصرف وأرقام أخرى نتعرف عليها في هذا التصريح، ونعود بعد ذلك للبلاتو. وجه حول اقتصاد متنوع ونخرج نهائيا من التبعية للبترول ولو، والحمد لله أنا منذ سنتين احنا عايشين صدمة الأسعار بعد تراجع أسعار النفط، ولكن خصنا نزيد نبذل مجهود أكثر فأكثر بالنسبة للفلاحة ونبدأ نصدر أكثر فأكثر. احنا 50% تاع إمكانية الدولة، إمكانية تاع جباية البترول ما بقاش تدخل البلاد، ولكن هذا هو الشيء اللي سمح لنا باش نتوجه إلى اقتصاد آخر، والنتائج ملموسة اليوم. النتائج ملموسة لما نشوف له البي بي تاع الجزائر 2015 كان تقريبا 16700 مليار دينار جزائري، 2016 من آخر سنة يكون 17677 مليار دينار جزائري، وأكثر من هذا السنة المقبلة حتى 2019 راح يزيد يرتفع إلى 22000 مليار دينار جزائري، لأن كان فيه تقوية الإنتاج في قطاعين هامين، قطاع البترول اللي منذ سنوات كان فيه نقص في الإنتاج واليوم فيه رجوع بقوة في الإنتاج، والقطاع الصناعي كذلك اللي عاد يشارك بقوة بالنسبة للناتج القومي الوطني. هذه بينا باللي رانا في الطريق الصحيح. حتى بالنسبة ل 2017 هذه نفس الوتيرة، وبدينا ندرس في الميزانية 2017
وإن شاء الله ولو الظروف صعبة ولكن نواجه بقوة وراح نزيد ندعم أكثر فأكثر. لما نشوف في السداسي الأول برك نتاع 2016 العدد نتاع المؤسسات والمقاولات الجديدة هذا مؤشر قوي. احنا في مشاكل مالية ولكن مناصب الشغل لما نشوفوا النسبة المئوية نتاع البطالة زادت نقصت، هذو أرقام حقيقية. فهذا هو الاقتصاد الجزائري، احنا نحافظ عليه. حتى البعض يظنوا باللي ممكن الاقتصاد راح الجزائري راح يعرف مشاكل في السنوات المقبلة من جن احتياج الصرف، هذا غلط. احنا دارسين المخطط كله حتى 2019، ما نهبطش من 2019، ما نهبطش من 100 مليار دولار أمريكي كاحتياط الصرف. معناتها الجزائر في أمان. نعم، استمعنا إلى ما قاله الوزير الأول في تصريح في زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة. سيد تلي، الوزير الأول سلال يعترف بصعوبة الوضع المالي الاقتصادي، لكنه بالمقابل يتكلم بتفاؤل عن الوضعية الاقتصادية الحالية، تنوع الاقتصاد، الخروج من تبعية المحروقات، إنعاش الصناعة، إنعاش القطاعات البديلة. هو يعني كان يتكلم عن نموذج الاقتصادي الجديد الذي تمخض عن الثلاثية الماضية. سيد تلي، الكثير من الناس يقولوا لك لم نفهم بعد مغزى هذا النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، هل لنا أن نعرف أهداف هذا النموذج اليوم في ظل هذه الأزمة الخانقة المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر؟ شكرا سيدتي. لا شكرا. هو في الحقيقة احنا كاتحاد العام للمواطنين الجزائريين نعتبر كطرف شريك مع أرباب العمل ومع الحكومة في بعض سيرتان ديسيزيون ايكونوميك اي بوليتيك، قرارات اقتصادية قرارات. يعني أنا يعني في الحقيقة نشكر السيد الوزير الأول على الصراحة نتاعو. نعم. هو في الحقيقة اليوم إذا ما تكونش حكومة براغماتية ونتاع ميدان ما تقدرش تواجه، لأن خلاص السياسة انتهت هذيك تاع أقل. احنا بعد الثلاثية فعلا السيد الوزير الأول طرح هذا النموذج الجديد هذا. نعم. اللي احنا كنا نجهلوه ما نعرفوش على كل، كنا ممكن نعرفوا الخطوط العريضة. ولكن بعد الثلاثية السيد الوزير الأول نصب لجان في وزارة الصناعة، حيث هذه اللجان تشوف جميع القطاعات، وهل فعلا الخطوط التي رسمت من طرف يمكن الحكومة يمكن هل هي متبعة فعلا. الاساس تاع هذا النموذج الجديد هذا على حسب الحكومه المتمثله في السيد الوزير الاول، اولا خلاص الارتكاز على البترول. نعم، وهذا هو في حقيقة نستعملوه، مش ما نستعملوش الموارد تاع البترول، لكن ما بقاتش الاستعمال نفس الاستعمال اللي كان قبل. الاتكال يعني ب 98% على البترول يعني كما كان في السابق. يعني دركا اصبحت حتميه لا رجعت فيها، يعني مش قال محتومين بلي مجبرون وباش تتبدل السياسة الاقتصادية ولازم يكون بديل. الحكومة دارت هذا النموذج هذا أولا اللي يرتكز على المدى القصير، يعني عامين. نعم. 2017 حتى 2019 افيك دي زوبجيكتيف بيان ديتيرميني، يعني استعجالية يعني بملفات، ثم خطوط عريضة حتى سنة 2030. احنا بالنسبة لنا ارتكزنا كاتحاد العام للمواطنين الجزائريين على القرارات اللي اتخذت حتى 2019 على المدى القصير. أولا شفنا في جميع القطاعات
وهذا على مستوى اللجان التي نصبت. نعم. فيه أشياء اللي فعلا تقدر تحقق، فيه أشياء لو كون ما تتنحاش البيروقراطية وما يكونوش القرارات اللي راه تتخذ من فوق ينطبقوا في الأسفل تبقى حبرا على ورق. نعم، وسيكون هذا هو لب موضوعنا، تحرير فعل الاستثمار من البيروقراطية. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، نعم فيه توجيهات، وانا الشيء اللي في الحقيقة اللي انتبه تاع الاتحاد العام للجزائريين وخاصة السيد الأمين العام، أن الحكومة ما خضتش برأي بعض الاقتصاديين اللي تعامل معهم، بل وجدنا بعض النقد البناء، يعني أنا أقول هذا وتحمل مسؤوليتي، بعض النقد البناء لبعض الاقتصاديين وحتى بعض السياسيين في المجال الاقتصادي، واللي كان عندهم أطروحات إيجابية لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة، بل أخذت من طرف الحكومة، وهذا شيء جميل. أخذت يعني شيء جميل. أننا أنا كنت مثلا في قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة، كان عندي رأي بعض الاقتصاديين، مع أنهم معارضين، يعني مش معارضين، يعني يديروا نقد بناء، يعني يطرحوا أشياء حقيقية، لقيناهم موجودين في الاقتراحات تاع الحكومة بالنسبة للقطاعات هذه، وهذا شيء جميل. يعني هذا جديد أيضا في الحكومة، بارك يعني الله فيك، لأن جديد الآن لأنه في السابق لما تكون الحكومة، يعني المسؤولين التنفيذيين ما هم سياسيين، أنا كما نشوف فعلا يأخذوا بجميع الأطروحات اللي تكون إيجابية. نعم، هذه أول حاجة. نعم، نتكلموا لما يكون المسؤول مش سياسي، سنفصل في كل النقاط. أيوة، شكرا. لما المسؤول ما يكونش سياسي، يكون يعني عنده وجهة اقتصادية حسب الظروف سيد علوان الموجودة، يعني الوضع الاقتصادي. الوزير الأول أعطى خلال زيارة سعيدة عدة أرقام سنتطرق إليها يعني بالتحليل. فيما يتعلق بالبي بي سيد علوان، ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الجزائري يعني إلى 17,000 في 2017 وإلى 22,000 في 2019، هذه أرقام تبشر بالخير السيد علوان. كيف يمكن أن نحصل هذه النتائج في ظل ما هو معروف يعني من بيروقراطية في الإدارة، وفي ظل مناخ اقتصادي، مناخ أعمال غير مفهوم لحد الآن السيد علوان؟ تفضل. شكرا الأخت الكريمة، الأخت وردة، أحيي المشاهد الكريم وقناة الجزائرية بتحية الإسلام، فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهنئ التلفزيون الجزائري بهذا الرقم الجديد اللي هو في السنة الجديدة، وإن شاء الله يكون مبارك على الجزائريين. أما فيما يخص السؤال، بطبيعة الحال بعد ما دخل الأخ الكريم واللي هو يمثل الطبقة العمالية، والطبقة العمالية هي اللي راح ترفع قوة الاقتصاد الوطني أو تنزله إلى الأسفل. بطبيعة الحال رئيس الوزير الأول أخلاقيا كمسؤول يطمئن الجزائريين، وهذا من حقه بطبيعة الحال، ولكن احنا دائما نعرفوا أن المريض لما يمرض لازم يمشي إلى بروفيسور يكون إيفيكاس، يكون ناجح، يكون هذا. وعلى هذا الأخ الكريم كان تكلم وقال حتى في برنامج الحكومة كاين آراء الاقتصاديين حتى اللي تحسبوا على المعارضة، ولكن في نهاية المطاف، لأن علم الاقتصاد هو أرقام، هو أرقام فعلية، هو علم مبني على منهج مدروس يوصل إلى نتائج التحليل. لما تكون الأرقام مضبوطة راح نوصلوا إلى نتائج مقروءة، وهذه النتائج بطبيعة الحال عن طريقها وعن أساسها راح نبنيوا قواعد للتنمية الاقتصادية في الجزائر. بطبيعة الحال احنا درك أمام تاريخ ما يرحمش، ووضع أيضا بطبيعة الحال، لأن التاريخ ثبت تاريخ الاقتصاد الجزائري، وأنا كنت من الناس المتبعين الاقتصاد الجزائري منذ أوائل لما درست البدايات الأولى في الاقتصاد، كنت نشوف بأن تاريخ الاقتصاد الجزائري في كل مرة تكون عندنا بحبوحة مالية أو تكون طفرة اقتصادية ننتظروا العكس، ننتظروا دائما العكس، معناتها نخرج من الأزمة للدخول في أزمة ثانية، وهذا يجب أنه يتنزع من ثقافة الجزائريين، لأن المسؤولية مسؤولية جماعية، ماهوش إلا الوزير الأول من حقه أنه يصرح كسياسي، كرجل سياسي، كمسؤول في هذا البلد. لكن الأرقام اللي مدها، وأنا دارس لعلم الاقتصاد، لما نمدي ودي شيفر هكذا ونقول أرقام أنها تطورت من سنة 2015، ولكن الأسئلة المطروحة، وأنا نعرف أن علم الاقتصاد مبني أن النمو الاقتصادي
يعني النمو الإجمالي أو الناتج الإجمالي القومي لازم يتراوح، كان الأفضل يعطينا النسبة ما يعطيناش الرقم، كان يعطينا النسبة. وأنا نعرف علم الاقتصاد يقول أنه باش يكون اقتصاد قوي، اقتصاد عنده إقلاع اقتصادي، ولازم النسبة تتراوح بين 6 و8%. هو الهدف البلوغ 9%. هذه النسبة، أنا نشوف فيها بأنها بعيدة، لأن هناك حقائق أخرى لازم يعرفها المشاهد الكريم ولازم يعرفها كذلك السياسيين. وعلم الاقتصاد قلت لك علم صريح مبني. أنا كي تقولي لي قوة الاقتصاد وأننا درنا ناتج ارتفع للسنوات، أنا نقول لك بأن العملة الوطنية هي مرآة الاقتصاد الوطني، هل هو قوي أو ضعيف. احنا نلاحظوا بأن العملة الوطنية الآن في تدهور، قيمتها في تدهور. هذا ما يفرض أن النتائج اللي جينا بهم ربما هذه النتائج تكون قراءتهم مغلوطة. ما نقولش أنا ما ندخلش في نية الناس، ولكن القراءة تكون مغلوطة، لأن التنمية الاقتصادية في نهاية المطاف مبنية على قواعد، هو تنويع هذا الاقتصاد الجزائري. هل الجزائر استطاعت أن تنوع اقتصادياتها في قطاع الصناعة، في قطاع الفلاحة، في ظل الأزمة؟ وهذا سؤالي سيد علوان، وهذا سؤالي، هل مناخ الأعمال اليوم متوفر يعني وملائم للنهوض بالقطاع بالقطاعات البديله؟ انا نقول لك قبل ما ندخل لهذا البلاطو كنت دردشت مع الجماعه اللي راهم اون فاس دو موا، وهذا شيء يشرف وشيء جميل. هم متعاملين اقتصاديين يعني ان جان كيفي 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 كري ان بلوا بور 500 اوفري سي مانيفيك سي اكسترا اوردينار سي لالجيري بخير. تقولي لي كاين بعض العراقيل بطبيعه الحال، لان المستثمر الجزائري، وانا قلت من عده بلاطوات ثقوا في هذا الشباب، ثقوا في، لان ما عندناش وطن ثاني، ثقوا في هذا لاجوناس، هذوما اللي عندهم ابداعات، لان لا ماتيير غريز الموجوده هنا وجامعاتنا ما خرجت، قادرين اننا نبنيو اقتصاد جزائري، لكن بالرجوع الى اننا نزعوا ثقافه البيروقراطيه. ان جان كيما هذا ما لازمش الاداره تعرقلو، واحد انفستيشور مدير عام في شركه خاصه يبحث انه يوسع في هذه الشركه، ما نعرقلوش كاداره يعني، بالعكس يعني نكون سند ليه، بالعكس راح نكون. وهذه التعليمات على ما اظن، لان حتى الان اليوم السياسيين مقتنعين خروجنا من هذا الوضع يحتم علينا. الأخت وردة، ساباس وساكاس، هبوط اضطراري، لازم نتمشاو نحو الإيجاب، لازم نمشيو إلى القواعد العلمية اللي تبني الاقتصاد دولة معينة. تكلمت وقلت على الشباب أنه يواجه عراقيل في الاستثمارات. معنا السيد محمد عبد السلام، هو صاحب شركة النمر الأسود بولاية تيزي وزو. سيد عبد السلام هو أحد المستثمرين في إطار ما يعرف بلونساج، يعني شركة جديدة تلقيت الدعم الكامل، واليوم راك حاضر معنا في البلاطو لأنه المؤسسة نتاعك حققت نتائج إيجابية وإيجابية جدا. أظن أنك مريت من مرحلة المؤسسات صغيرة للونساج إلى مؤسسة متوسطة، وراك تشغل ما يقارب 500 موظف. يعني تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة. لا شكرا لك. انا شاب مستثمر من ولايه تيزي وزو، بديت لا سوسيتي تاعي يعني الشركه تاعي اون 2010 دون لورغانيزم اونسيج. نعم الحمد لله اليوم وصلنا المنتوجات تاعنا راهم في 48 ولايه. حنا عندنا دي زوفري ديريكت وعندنا دي زوفري انديريكت، يعني في 40 ولايه عندنا دي كوميرسيو، عندنا يعني النومبر دي زوفري سي 500. عندنا لي زوفري اللي يخدموا في لي زوجين تاعنا، وعندنا لي زوفري انديريكت اللي هما يخدموا يعني كما نقولوا حنا بورسونتاج مع لا سوسيتي، دونك راهم في 48 ولايه اللي هما يتنقلوا لي زورغانيزم ايتاتيك باش يجيبوا لنا المشاريع. نعم. يعني هل لما شرعت في المشروع تاعك كنت تنتظر انك تحقق هذا النجاح سيد عبد السلام؟ والله نقول لك يعني يعني انا كنت نتوقع اني نحقق، لان كنت نامن بالقدره تاعي، عندي كل الطاقه يعني كل الطاقه وكل المؤهلات ان نستثمر. عمري ما قلت اني ما نقدرش، وهذا المشكل تاع الشباب اليوم. لانه الشباب اليوم يعني كي نلاحظوهم نشوفوا باللي يعني يشوف في روحه هذاك لو جون الجيريان توجور يشوف روحه باللي ما يقدرش. يعني المشكل وين راه؟ بوان دانتيروغاسيون. يعني احنا انا واش نقول يعني ورايي الخاص يعني رأيي الشخصي أنه اليوم أن الأوان أنه نبدلوا الطاقة البترول ونستثمروا في الطاقة الشبانية اللي راهي في الجزائر، لأنه عندنا دي كومبيتونس، عندنا يعني دي جون الله يبارك قادرين يخدموا قادرين يستثمروا. وحنا مالقر لقينا عراقيل، خاطر لو كان ما لقيناش عراقيل بوتيتر ممكن رانا في يعني أكثر. يعني الحمد لله حنا بالعراقيل وباللي موايان بروبر يعني تاعنا، حنا خاطر حنا في دون لو كادرونساج بدينا 2010 كابيتال دو 2 مليون دو دينار.
دونك الحمد لله اليوم رانا نخدموا شحال من واحد ورانا البرودوي تاعنا رانا راه في 48 ولايه وان شاء الله رانا نخدموا ليكسبورطاسيون رانا نخدموا نورم اوروبيه ما كان حتى حاجه ورانا تنقلت لعديد من البلدان لما دخلت المعامل لقيت بلي سي با لا ميرابوار سي با سورسي يعني. تشتغل وحدك السيد عبد السلام او هناك شباب معك يعني لونساج لونساج درته انا واخي الصغير يعني نعم كنا احنا درنا يونسنسي في شركه التضامن انا واخي الصغير عليا يعني يصورني في العمر نعم هو اللي يتكلف الان في داخل المعمل يعني والعمال وكل شيء وحنا شادين يعني اللي مارشي والحمد لله توصلنا درنا دي كونفونسيون مع دي سوسيتي يتابعين الجيش الوطني الشعبي درنا دي كونفونسيون مع دي سوسيتي تاتيك نخدموا مع دي غران سوسيتي بريفي والحمد لله رانا نطمحوا مازال نوسعوا ان شاء الله انا نديروا دي اكستنسيون ان شاء الله في لي زون اندستريال في 3 و4 ولايات ان شاء الله باذن الله ولكن كانت نحى المشكل تاع البيروقراطيه نعم سنعود الى مشكل البيروقراطيه نبقاو في مناخ الاعمال السيد عقلي وانتم صاحب او مدير عام مجمع عقلي للاستثمار المناخ اليوم هل هو موائم يعني للابقاء على الاستثمارات الموجوده واضافه استثمارات اخرى جديده السيد عقلي بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر شكرا على الاستضافة هو لو نتكلموا على المناخ قبل ما نتكلموا المناخ نتكلموا على يعني لا سيتوياسيون اكطويل تاع الاقتصاد الوطني هو لو نشوفوا الاقتصاد الوطني يعني هي فرصة للشركات يعني خاصة او عامة ان تطور روحها هذه فرصة خاطر قبل كي كان يعني البترول في 120 دولار وكل شيء يعني ما القدرة كلش كان سهل يعني التريزور كان هنا لي سورتو لي زونتربريز بوبليك للدولة نظن هذه فرصة انه نعاودوا نرجعوا امن اون غوفيان بو الفالور تاع الخدمة تاع العمل اللي هي انا نظن هي لاباز تاع النجاح صحيح. والشباب اللي هو الاخر المناخ باش نقول لك مليح يعني احنا عايشين في الجزائر موش مليح لو نقول لك يعني رديء كمل كل الرداءة موش رديء كل الرداءة في حوايج راهي تشوفوا فيها تتحسن في حوايج ولكن فيه عمل كبير اللي لازم يندار في يعني مع لاكسي اوفونسي مثلا موش معقول انه المستثمر اليوم يقعد سنوات هو مدير طلب الاستثمار ما يتلقاش جواب رغم يعني هذه الحظائر الصناعيه الجديده يعني اللي وفرتها الدوله يبقى مشكل العقار مشكل هو يقعد بقوة. هو شوفي لو كي تكلمي يعني كاين دراسات نداروا الاسئله يعني العراقيل السنين الاولين اللي ثلاثه يعني الاولين هو اولا البيروقراطيه كي يروح يكري الشركه تاعو الان تحسنت الامور يعني تشوف في سي ان ار سي اليوم كرياسيون دو لونتربريز يعني فور يعني تسمعي اليوم كاين الناس يديروا موني جورني دو جورني مي غاست كاين لي دوكيومون بريباري كي سون لوغ لو دوزيام بوين سي لاكسي اوفونسي اليوم موش معقول انه يجي واحد مستثمر بالمال تاعو ولا بالمشروع تاعو بالبروجي تاعو سان بروجي كي تيان لا روت ما يعني يعطوا له في مكان موش فيابيليزي ما فيش طريق ما فيش الماء ما فيش تريسيتي حتى يعطوا يعني كاين رمي من ربما يعاب ايضا على انه المستثمرين يحبوا يتموقعوا في شمال الوطن يعني الا في الولايات الشماليه للوطن هذا وهذا هنا يطرح مشكل العقار لا 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 المشكل تاع العقار مطروح في كل ما في كل حتى في الجنوب في كل جنوب كبير. يعني كاين مستثمرين تكلمنا معاهم نعرفوهم الاخر احنا من الجنوب يعني فيه طلب تعملوا يطول الان الامور تتحسن على كورونا نشوفوا فيه قبل باش الوالي يستقبلك ويقول لك انتم اطلبوا وانا راني هنا في الخدمه هذه عمرنا ما كنا كلام ما كانش موجود اليوم الحمد لله رانا نشوفوا ولات اللي يستقبلوا لكن هذا منذ لقاء الولات السنه الماضيه سيد عقلي مع الوزير الاول هذه ما نقدرش يعني نقول لك يعني وين اعطى تعليمات صارمه نعم وكان سيد تلي اليوم فيه هذا اللونجاج تبدل والنقطه الثالثه والتمويل لنظن أكبر يعني من العراقيل اللي يقدر يقابلهم مستثمر في الجزائر هو التمويل احنا عندنا عادة أنه التمويل يكون أو تمويل شخصي ولا بنكي لازم نحلوا يعني الفكره تاعنا الافكار تاعنا ولا ريفليكسيون تاعنا يا دوتر مويان الترناتيف والفينونسمون نعم المستثمرين الخواص اظن حتى بعد التغييرات التي جرت على مستوى البنوك
هناك نوعا من الديناميكية، يعني نلاحظ أنه حتى الرؤساء المدراء العامين يقولوا لك نحن الآن مستعدون أننا نقدم هذه التمويلات. لا فيه هذه لازمة. هل لمستم ذلك على أرض الواقع؟ لا كاين الحق كاين شبابنا، أنا نعرف أصدقاء يعني اليوم استقبلهم مدير عام الآخر وعطى لهم الكريدي، كاين أنا واش بو سيتي ديكا مي نحكي لك لا كيسيون أنه لازم تعود من اهم المشاكل لا لازم تعود اولويه والتسهيل لازم شو نحو العراقيل نحو العراقيل كاين دول اون بي بروند ليكزومبل دي بي كي اون ريوسي وعلاش نروحو نانفونت لا روحنايا صحيح روحو يا دي بي الاخر لا ديجيتاليزاسيون مثلا تاع الارقام تاع الاوراق مازال نجيب الكوارت يا دي بي اجوردي ما نجيبش الكوارت كاين دول جواريه لنا اليوم تكري الشركه تاعك في ساعه نعم نقدروا يعني هذه عندنا القدره باش تندار يا تو لي ميكانيزم صلا يا لا فولونتي اليوم يعني لافونتاج ديالك يا لا فولونتي تشوف قبل باش تلاقى مدير عام بنك يعني شاب مستثمر ما يقدرش وباش تلقى والي مثلا سيد تلي اليوم هذا المشغل اصبح لا يطرح نقدر نقول في كثير من الولايات وهناك بعض المشاكل في بعض الولايات كما كان يقول السيد علوان يبقى مشكل الذهنيات مطروح لدى بعض المسؤولين هل برأيكم لقاء الولايات المقبل سيكون لقاء لوضع النقاط على الحروف يعني الوزير الأول كان عطالهم فترة سنة كاملة اليوم اللقاء المقبل راح يكون لقاء للتقييم وللردع في نفس الوقت سيد تلي هل تظنون؟ هو مش من مهامنا احنا باش نقولوا ردع لا نتكلموا على النموذج الاقتصادي ومدى تجسيده انا اتكلم الاستاذ يعني كلام يعني نتاع ناس اهل عقل واقتصاديين بمعنى الكلمه وتكلموا للاخوان كاقتصاديين جدد ولا قدم المهم تكلموا على الواقع انا قلت بلي باش المشكل تاعنا البيروقراطيه تقريبا من 2010 لحد اليوم وش كان يتكلموا الاخوه في اللجنه لمتابعه قرارات كل الثلاثيات رمضان تاع دي دوكري دي لوا اللي خرجوا الا التسهيلات هذه لكن باش يلحقوا للتطبيق او يطبقوا يقدروا الناس يستناو الحمد لله يعني كشباب ومستثمرين يعني هما يستعرفوا بلي باش بداوا يشوفوا في الضوء مازال التطبيق كاين تسهيلات كثيره من كل النواحي من ناحيه العقار من كل النواحي ولكن الصعوبات في التطبيق وهذا هو يعني انا نقول بلي باش الان مش على مستوى الوالي لا انا يعني فقط خليني بارك الله لانه هو اللقاء الهام كل شيء مربوط ببعضه ان سامبل اجون يدير لك عراقيل ما يعطيكش حتى كيف تكون ملف يخليك الدور وتروح وتجي ان سامبل اجون تروح لعند الوالي يفتح له كل الابواب كل الابواب اي والي في 48 ولايه انت وحدك ابعثي له قول له يروح يطبطب الباب لا مستقبلوش اي شاب لكن ما بعد هذا مشكل رهنا احنا مادام سي لانفورماتيزاسيون شاب هذا تكلمنا عليه سواء مع في تعاملاته مع وهذا شيء موجود فعلا فعلا ما كانتش اشياء بيروقراطيه لكن كانت مشكله قوانين وتفسير بعض القوانين صحيح فيها حوالي 98% من هذه التساؤلات لماذا لان احنا ارباب العمل معنا واش كان يتكلم من الاخ كل تقريبا معظم المؤسسات الخاصه او العموميه درك الان راهم مجمعه ومهيكله ويحضروا في الثلاثيه يطرحوا يا مشاكل كبيره اللي يطرحوها يروح حتى الديتاي كلها يعني راحت هذه التساهلات عن طريق قرارات نتاع الدول الجزائريه لكن تطبيقها مازال فيه صعوبات الحل الوحيد اولا سي لانفورماسيون لانفورماسيون طولوا باش تلحق المستثمرين ثانيا لازم لانفورماتيزاسيون من المكتب نتاعو من الدار نتاعو يفتح المؤسسه نتاعو من الدار نتاعو يحل مشكل نتاع الفيسك نتاعو من الدار نتاعو يحل مشكل مع البنك نتاعو لما وصلناش لهذه والوقت ما يسمح لناش كان يقول الاستاذ بلي باش لازم الاقتصاد هذا ارقام احنا دروك الان احنا نتلاقاو في مع بعض الاقتصاديين وسيرتين زورغانيزاسيون يجهلوا حتى الجزائر ونقاط الجزائر حتى احنا نحلوا لهم قال ها ورا ادخل في هذا السيت هذا تلقى كاع لي دوني تاع الجزائر
وهذا شيء غير معقول. واحده. ثاني حاجه احنا كون مش المسؤول الاول يمد لي زانفورماسيون، واحد ما يمد لي زانفورماسيون. صحيح. تواصل. لماذا حتى يبي يجي وزير الاول ويعطي الارقام ويقول رانا بخير ولا مش بخير؟ كاين عندنا وزارات، كل وزاره على عندها اسمه لانفورماسيون بور لي زاندستريال بور ليكونومي اللي تري امبورطونت. حتى الناس لما دير تحليل ديروا عن طريق صحيح. احنا الان باش نخلقوا اولا الثقه لازم نمدوا لانفورماسيون، وخلي واحد يجيب العكس. انا كيف انا يا وزير الاول ما نديرش فيه ثقه وندير فيه واحد اخر؟ بصح يعطيني لانفورماسيون، كي ما يعطينيش نجيب من نابورتوكي. صحيح. وهذا ما يخلق لي بوليميك سيد. بارك الله. لانفورماسيون اللي تجيب من المسؤولين، وزاره التجاره لازم تمد لانفورماسيون، وزاره الصناعه، وزاره الصناعه دارت ان سيت مدت فيه كاع لي دوكري هذه توت لي فاسيليتي. المستثمر يجيب باسم القانون. نعم. باسم القانون يدخل ويدي حقه. ولكن لما كانت عراقيل باش يوصل، احنا مشكل تاعنا مازال هنا في التجسيد. في التجسيد ولازم يفو عليها على الالكترونيك. هل المسيل على المستوى الوطني مازال يتخوف من التجريم؟ لا خلاص راح خلاص، يعني مشكل التجريم لا يطرح اليوم، فيه احتياطات لكن راحت. حتى الدوله بالنسبه الان للمؤسسات الاقتصاديه العموميه عطاتهم الاختيار، دير كيما حبيت انت، راك تشوف تسير المؤسسه. كاين دي كونسي دادمينستراسيون، كاين دي كونسي مسؤولين امام العداله. نعم خلاص. دونك ينا بلي دو سو بروبليم. احنا الحاجه الاساسيه سي ايفوا لي فالي الكترونيك. حتى المستثمر عنده جانب من 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 المسؤوليه، من المسؤوليات. لازم يطلع لازم هو يطلع يدخل في لي سيت تاع لي ديفيرونت ديبارتمون مينيستيريال. انا كيما نشوف جبد اشياء كثيره بفضل باسم القانون يجيب الاشياء نتاعو. العراقيل نتاعو الا انه من ذهب من تاع العراقيل هذو، ان ان سامبل ان سامبل ترافايير اختصاصو داير له كيشي. يعني معناتها مرتبطه دائما بالشخص. والشخص احنا الان مازال عندنا ذهنيات العراقيل وذهنيات لازم هو يتحكم. ان سامبل اجون يتحكم. لا يطبق قانون قوانين الجمهوريه وهو يتحكم ويقدر يفكر لك حتى اشياء. كان الاخ يقول باللي باش انايا رمضان تاع واسمه تاع بابي. يعني مشكل. الور كو احنا التسهيلات اللي درناها في القوانين بور افوار يعني الاستثمار وثيقتين اليوم مقارنه ب 12 وثيقه في مجال الاستثمار. هذا الموجود اليوم هو وثيقتين، ولكن الحقيقه في يعني في الميدان الذهنيات لازم التغيير يبدا. شوفي لازم من لاكوي، من لاكوي تاع المستثمر، من لاكوي لاكومبانيومون. اليوم المستثمر لازم يروح لونفيرونمون يجيب ورقه، لازم مش معقول انه يقول لك اوتوريزاسيون باش لازم الذهنيات، لازم لا ديجيتاليزاسيون. اذا كان كل شيء يمشي اون الكترونيك يدور على الانترفاس اونتر كاع لي مينيستير لي والي واحد لي زامبو يروح بور ان سيل كيشي لي زامبو يضرب تما يعرفوا صافي مع لي زامبو في لاكناس يدير امبو باسكو لاكناس الي اجور لي زامبو سون اجور يقول لك هذا السيد مخلص ولا مش مخلص. اذا ما الذي يعطيك؟ ولكن الفو على ليفل الكترونيك اون بو با كونتيني كونسا الرقمنه تكون الرقمنه. والان انا نقول بلي باش الدوله دارت كل المجهودات ان لو ريزو اكزيست. نعم لو ريزو اكزيست سي تي كيسيون دو ديسيزيون نتاع المؤسسه دو ميزون اوفر اي لا ميزون اوفر سي تو. نعم في هذه النقطه سيد علوان فيما يتعلق بالبيروقراطيه والذهنيات الجزائريه. والله يعني كنا تكلمنا عليها في عديد اللقاءات السنه الماضيه، واظن ان المشكل لا يزال يطرح على مستوى ادنى يعني مما نتصور. السيد علوان، الاخت ورده هي عقيده ناس. لما الوزير الاول يعتقد اعتقاد جازم وضمني وينوض به ويرقد به بان الجزائر يجب انها تخرج من قطاع المحروقات الى قطاع اقتصادي بعدين الميكانيزمات راح تجي. هذه العقيده مش موجوده عند المواطن الجزائري، لان الاخ كان يتكلم على التمويل على الفينونسمون اكسترا. انا بحثت في قاموس الاقتصادي فلم اجد دوله من الدول او في علم الاقتصاد ان التمويل يكون عن طريق مداخيل البترول الا في الدوله الجزائريه اللي هو احنا نسموه كاقتصاديين هو القطاع الحكومي. لان التاريخ يثبت ان الولايات المتحده الامريكيه في سنوات الثمانينات كان يمكن قسموا لي فاسون او بيان لي مانيير لتمويل اقتصاد وطني. وكي نتكلموا على اقتصاد وطني ما نتكلموا على المؤسسات، نتكلموا على كل شيء. لتمويل وكاين ثلاث طرق، ما عندهمش حاجه رابعه. هو لي بارن، هو الادخار العائلي، لي بارن فاميليال، الادخار قطاع الاعمال، ادخار الحكومي، وكذلك الضرائب
وكذلك القروض. هادو هما لي مانيير دو فينونسي السيكتور ايكونوميك بما فيه القطاع الخاص والاختصاصات ايضا يعني بنوك استثمار. انا نقول لك ورده اختي القطاع لي بارن فاميليال في الولايات المتحده الامريكيه في سنوات الثمانينات كان يمثل 50% بارابور ليبان الحكومي الادخار الحكومي. في الهند مثلا في السنوات الاخيره كان الادخار العائلي يمثل 78% من التمويل في الدول الهنديه. احنا الادخار العائلي هل العائله الجزائريه تدخر اموالها في البنوك؟ وهنا المشكل يطرح يعني حتى في تعامل البنوك مع المواطن يعني لما تذهب للبنك ما توجدش اموالك وما يعطوها لكش في الوقت المحدد. كذلك هذا الادخار لان الناس لما نتكلموا على الادخار اشنو هو في علم الاقتصاد معرف سيبيان ديترميني هو انه هو الفرق بين النفقات والايرادات هو ما يتحصل عليه المواطن او الدوله او قطاع معين. سيد نعم هنا المشكل مشكل ثقة سيد علوان مشكل ثقة بين هذه الهيئات يعني بين البنوك وبين المواطن. أولا أورد أختي المواطن يقول لك أنا نقبل نحط أموالي في البنوك لكن أضمنوا لي أني لما نروح نسحب هذه الأموال نسحبها بكل راحة. شوفي هذا هو المشكل المطروح سيد علوان. أورد أختي كي نتكلموا على الادخار العائلي راهو 100,000 اللي يجيبها لي فرد جزائري من بين 40 مليون ويحطها لي نعم في كاس راهو عندها أهمية نعم عندها نعم دور في هذه النقطة لكن متفقين. لكن لكن لما الميكانيزمات الجانب المالي والبارح ربما كان عندي لقاء هكذا في بلاطون بلاطوات وتكلمت وقلت بأن الجهاز المالي في الجزائر هو يعني وليد 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 عصور وسطى ما راهوش متقدم معناتها ما يخليش كما كان الاخ يتكلم على لاكاي. انا نعرف الناس وبار كونيسونس دو كوز ان الناس يديو دراهمهم البنك يقول له ما غلقنا ما عندناش الوقت واللي غدوه كذا. هاد الافكار لان في نهايه المطاف باش نبنيو اقتصاد لازم نبنيو الاقتصاد في افكار الجزائريين في عقول الجزائريين ان الجزائريين لازم يعتمدوا بان خلينا نخدموا خلينا نتواصلوا خلينا نتعاونوا. انا كي صدقيني يعني نتكلمك من اعماق قلبي لما نشوف جان هكذا لو كان كنت انا في بلاصه السلال هذا راح نعيط له وندير له فيليسيتاسيون دي مارا بلونسياج افيك 2 مليون دينار اليوم يشغل 500 عامل في 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 منطقه ربما ليس المثال الوحيد يعني هذا مثال يعني من الجزائريين. دونك بقات هذيك العقليه لازم تصبح عندنا عقيده كمواطنين كجزائريين كافراد لازم نغيروا في وسائل الانتاج نجددوا في وسائل الانتاج. برايك لما كان يتكلم السيد تلي ان امبلوي دو غيشي ولا حتى مسؤول في الضرائب ولا في على مستوى الولايات لماذا يعرقل هذا النهوض يعني لان عقلياتنا التاريخ ثبت ان احنا ما نحتاجوش لانفستيسور. احنا عندنا دراهمنا يجيو عن طريق البحر ونصرفوهم وبعدين صرات عندنا ثقافه حتى المستهلك الجزائري غير رشيد هو يبني ويروح يقول انا الفيكول سي موين دو ترونسبور هو ما عندوش هو مسلفهم يروح يشري كات جوست لانه وين راح يخلي لي بارن. هذا دوك كاين عقليات هذه العقليات تولدت مع نمط اقتصادي منذ الاستقلال الى يومنا هذا. احنا ما عندناش خاتم سيدنا سليمان لا عند سلال لا عند غيره اننا نواسيو الخاتم سيدنا سليمان راح يتغيروا عقليه الجزائر يتغيروا بلا ريغور بالقانون بتطبيق القوانين. هذا لاجون اللي يعرق المستثمر والمستثمر تصبح الابواب مفتوحه انه يشتكي ويديبوزي ويكتب الاوراق وتاخذ مجراها الاشياء. لما تكون عندنا لا ريغور هذه بالنسبه للمجتمع الجزائري ويعرف ان المجتمع الجزائري ما لازمش تعرق ما لازمش ديباسي الحدود تاعك هناك خطوط حمراء لان الاقتصاد الجزائري ما يبنيهش واحد برك نبنيوها كجزائريين كنا ملي قال الشيخ قال من البو من هذاك لاجون سامبل الى غايه الوالي هذا الشيء معقول لان خدمه الوالي يقدر يخدمها ولكن لاجون تاع لازم يخدم خدمته لازم تنحى هذيك العراقيل ولازم هذا المستثمر اللي راهو اون فاس دو موا وانا متشرف به ما لازمش يخاف لازم يخبط يده في الطابله ولازم يقول ولازم يتكلم على حقه ويعرف باللي الجزائر هي بلاده وهي امه ما عندوش من غير هذا. نعم تفضل في هذه النقطة هل لنا أن نعرف أهم العراقيل اللي تواجهكم السيد عبد السلام في الميدان؟ والله يا أختي الفاضل أهم العراقيل يعني وأكبر العراقيل كما سبقت وذكرت هي عراقيل بيروقراطية يعني. نعم. لأنه في الجزائر ما كانش مشكل عقار الحمد لله الجزائر تربى على مساحة شاسعة وكان العقار وكان الأرض وكان كل شيء والمشكل الوحيد أنه لازم الدولة تاعنا تلفت المستثمرين الحقيقيين أقول
يعني اؤكد الحقيقيين، لان هناك مستثمرين يدوا في التراب وتلقاه هكاك مخليه ما يخدمه ما يستثمر وما يدير فيه والو، يعني خليه هكاك بدون فائده. يعني تلفتوا للمستثمرين الحقيقيين، لانه الفائده الان في الوقت، في الوقت، لانه المستثمر لما ترمي له عام ولا عامين من وقته باش يدي تراب وباش يبدا يبني وباش يبدا يخدم، يعني او خسر كثير من وقته وخسر كثير من ماله. المال اللي يقعد هكاك ما تستثمروش يعني ينقص في تنقص قيمته وتنقص لافالور تاعو مع الدينار في وضعيه الدينار في الجزائر. يعني احنا ماذا بينا عراقيل البيروقراطيه. انا المشكل بالنسبه لي مش تروح تدير وثائق او اوراق باش تخلق شركه، انا المشكل هو النتيجه ناشد. معليش نجري نروح ندير جوز دو كوميرس، لكن مع الاخر اعطيني باش نخدم، دعمني وحاسبني. عكس ما راه حصل الان في المجتمع. معظم الشباب اللي تحصلوا على قروض، انا جوني شباب للشركه على اساس كونوا جمعيه اللي مستفادين من الفرانشايز باش ما نرمبورسيوش. قلت له يا اخي اتقي الله، كيف انا نجيب كريدي من عند الدوله ما نرجعوش؟ قال لي الناس كاع ما رجعتش. قلت له الناس كاع يا اخي سيبوز اون ريفيرونس، حطها في القران الكريم. ربي لما يخاطب الناس يقول واكثرهم لا يعقلون اكثرهم لا يفقهون القله منهم يؤمنون اكثرهم ماشي ريفيرونس. لو يكون هناك 39 مليون و999 الف و999 ناس تسرق، انا ما نسرقش. انا يا اخي خذيت كريدي نرجعه ونخدم لبلادي باسكو انا نهار نتحاسب يعني نتحاسب وحدي. تستفيد والبلاد تستفيد والجميع مستفيد ونساهموا في سيروت العجله الاقتصاديه. اليوم الحمد لله حنا رانا نخلصوا في لي زامبو، نخلصوا في لاسيورونس، نخلصوا في اون كري ديبوز دومبلوا ان كري لا ريشيس. انا بالنسبه لي الدوله اليوم استفادت من هذا الشاب اللي خذا قرض في 2010 يعني. نعم احنا ماذا بينا لو كان الدوله تدعم الشباب، لانه هناك طاقه شبانيه هائله يعني في الشبانيه، لو كان تستثمر وتحاسب في نفس الوقت. انا مع محاسبه المستثمر المستفيد من عند الدولة. أعطينا أنا لما تقربت الولايات اللي رحت لهم وحطيت أنا قلت أعطيني العقار وغدوة حسبني إذا ما بديش العمل، غدوة الآلات يبدأوا يخدموا في أعطيني وحسبني ويمدوا لك السيد عبدالله تتحصل لحد الآن مازال لحد الان مازال رانا نجري ونسعوا ان شاء الله. يعني عندكم مشكل عقار بالدرجه الاولى؟ عندنا مشكل عقار خاصه حنا في منطقه تيزي وزو. حنا في منطقه يعني تيزي وزو اصلا ما كانش هناك عقار، يعني كلها جبال والتضاريس تيزي وزو احنا كل تعرفوها يعني. انا تقربت ولايات واحد اخرين. نعم هل تريد توسع خارج ولايه تيزي وزو يعني؟ انا تقربت ولايات الحمد لله، يعني حظيت بالترحاب وكل شيء، لكن الى حد الان مازال حطينا عندي ملفات منذ ثمان اشهر مازال، يعني مازال لحد اليوم رانا نسناو ان شاء الله. وحنا رانا واجدين عندنا كل الامكانيات الماديه والمعنويه والانتاجيه باش نوسعوا ونزيدوا نخلقوا مناصب شغل، لكن الى حد الان احنا لحد الان ما قلناش المواطن فاش تستثمر. السيد عبد السلام الاستثمارات نتاعكم في اي مجال؟ احنا في مجال تحويل المعادن، احنا في صناعه اعمده الكهربائيه، صناعه الالات الصناعيه، صناعه كل مواد البناء. هذه تعتبر صناعة كبيرة يعني بديتها بلونساج، يعني سي انكوراج. والله يعني الاكتيفيتي اللي بديتها انا بلونساج كانت يعني اكتيفيتي متواضعة يعني، لكن مع الوقت جاتنا افكار وجاتنا يعني انا قلت لك انا عندي ثقة في روحي يعني. انا لما نشوف حاجه قلت لك نقلت عديد البلدان، لما ندخل في مصنع نقول علاش انا ما نقدرش ندير ماشينات كيما هذو يعني ولا الات كيما هذو ولا منتوج كيما هذا. سي با سي با لا ميرابوار. افكتيفمون لما جيت لهنا بديت الصناعه في عديد المجالات والحمد لله خذيت عليهم شهاده مطابقه يعني مع عند طرف يعني اجهزه الدوله اللي متخصصين في هذا الامر. والحمد لله الان رانا في اجراءات باش نزيدوا ان شاء الله نصدروا المنتوجات تاعنا للبلدان المجاوره وبلدان افريقيا باذن الله تعالى اذا كان كتب ربي سبحانه ووفقنا. يعني هدفكم هو تمويل السوق الوطنيه واللجوء الى التصدير مستقبلا ان شاء الله باذن الله. نعم هل هي نفس الانشغالات سيد اجري بالنسبه للمؤسسات المتوسطه يعني هي الانشغالات فيما يتعلق يعني بالبيروقراطيه يعني كي نروحوا للقيشي باش نجيبوا الاستثمار باش يعني نديروا دوسي دانفستيسمون يعني كي سوا اونساج ولا كي سوا الاخر العراقيل يعني نلقاوها كيف فيه يعني شوف كاين اون فولونتي. احنا كي شفنا مثلا الدوله كي كونت يا لا فولونتي باش مثلا رقمنت لي بروسيدور تاع الباسبور ولا الداخليه والعداله يعني دارت. On peut faire la même chose. Il faut digitaliser les gens. Vous imaginez les jeunes que les البارح كنا في منتدى رؤساء المؤسسات داروا طرحوا يعني دراسه سون بريزونتي اون ايتود تاع الشباب.
تعرفي الشباب اللي ما بين 20 و39 سنه قد ما قريبه 15 مليون 40% 15 مليون شاب، والاكثريه منهم اوكل سون ديبلومي. يعني كي تكومباري هذيك القوه هذه اللي راهي كاينه في الجزائر، هذه من 20 39 سنه، شوفي اللي قبل 20 سنه اللي راهم جايين، يعني قوه كبيره. هذو الشباب هذو كيما كل يبار الانترنت يبوي سون دي جينيراسيون تاع انترنت على الاخر، يفو ديجيتاليزي الاخر، يعني هما يقدروا يبوف اتر لوكوموتيف تاع ليكونومي انكرويابل. شوفي مثلا 14 مليون رفدي دوله ايرلندا فيها لو تيير تاع هذه لا بوبولاسيون، البي بي تاعها قد الجزائر. يعني القدرات كاينه، يعني اون با انكولكي ا سيت جوناس لو فات كيما كان يقول السيد عبد السلام اننا ادي الدراهم وما ترجعش، وهذه الطاقه الفوبا هذه صار فيان لي برينسيپ تاع الانسان اللي يدي سيني كونفونسيون كريدي ويحسب باللي ما يرجعش، هو مجبر انه يرجع الكريدي. دي فيان بروبليم لا سوسيتي باسكو من بعد واش يعود؟ يعود انتردي بونكير، ما يقدر يحل كونت ما يحل كونت بونكير، ما يقدر يدير شركه، ما يتابع قضائيا. ويعني هذا الشباب الشاب يبدا حياته ب 22 23 سنه هكذا، واش راح يدير بحياته؟ اللي يروح يدي قرض لازم يعود عنده ادوات ريبورتر دان بروجي. نعم السيد عبد السلام، هل هم واعون انه هناك متابعات قضائيه هذا الشباب اللي يحوس ياخذ امواله وما يرجعهاش؟ والله انا بالنسبه لي المشكله الرئيسي مش في الشباب في حد، يعني مش انه الشاب يتعاقب ولا ما يقدرش يحل كونت، هي مشكل ذهنيات يعني. نعم هي مشكل عقليات، مش مشكل دي كونسيكونس انت الشاب تديه للحبس ولا تنحيل ولا ما يقدرش ولا إيه، انت الدوله واش ربحت من هذا الشاب؟ لما الشاب ما يرجعش وما تخليش يدير ولا يخرج وثائق من الاداره، يعني الاموال تروح اموال تروح والشاب ضاع وروح، ممكن يروح كما يقولوا حراقه ولا يروح يدير مشاكل ولا يزيد يسرق خاطر تربى على هذيك، انه ياخذ من غير ماله يعني مردود. يعني انا قلت لك انا مع سياسه دعم الشاب وحاسبه، لازم يكون سويفي، لازم تكون محاسب بالنسبه لكل المستثمرين. انا اخص بذكر الشباب لاني شاب وشفت عديد من الشبان عندهم ذهنيه انه هذا مال الدوله، هذا مال الدوله، هذا مال الشعب. يقول لك الناس قاعده تدي، اذا كان الناس قاعده تدي اذا كان الناس قاعده تروح للبحر انت تروح للبحر، انت خدم لبلادك قبل ما يعني قبل ما تروح باش تجيب. الشاب انا الشاب لازم يخمم، يقول قبل ما يخمم الدوله واش تعطيه، يخمم هو واش يقدر يمد للدوله، هو كشاب الطاقه تاعه واش يقدر يصنع به، ولا واش قادر يقدم خدمات، ولا يقدم ولا يخلق مناصب شغل ويخلق ثروه في بلاده. قبل ما يطلب حقوقه يشوف واجباته واش هي في البلاد. نعم فيما يتعلق بهذه النقطه، يتكلم الشاب على استثمارات ويتكلم بطبيعه الحال الاستثمارات تؤدي الى خلق مناصب شغل. سيد لي شاب موظف ما يفوق 500 منصب شغل عن طريق يعني بدا عن طريق لونساج. الوزير الاول يتكلم يعني في ظل هذه الازمه عن انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9 مقارنة بالسنة الماضية وإن كانت 11.1. هل يعني رغم هذه الأزمة يمكن أن تنقص نسبة البطالة يعني مستقبلا أكثر من 9.9%؟ هو شاب بلاك در كاين منه مئات. نعم وقلت هذا سيتان اكزومبل. لونساج هي كانت فكره من الاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي بلورتها الدوله الجزائريه واقلمتها وفعلا قدرت تمشيها، وكانوا بزاف اللي ينقدوها هذه لونساج. الان تقريبا في الثلاث سنوات هذو مش لونساج وحدها وانما افيك لي ديفيرونت اونتربريز بريفي بيبليك تقريبا 25,000 اكتيفيتي اونتي تيكري في الثلاث سنوات هذه الماضيه هذه. يعني معناها كي نقولوا 25 اكتيفيتي يعني بمختلف القطاعات سواء في الفلاحه او في الصناعه او وما يشابه ذلك. شوف ما وراءها من امبلوا اون بليس لي زونتربريز بريفي بيبليك. الان تقريبا لونتربريز بريفي تفوت لونتربريز بيبليك اكتيالمون يعني دي مانيير جينيرال. الان عدد العمال في القطاع الخاص يفوت 2 ملايين. نعم احنا الان 4 ملايين لا عامل في القطاع الخاص. لا نهضروا على القطاعات اللي كي اونتيتي كريي يعني الجديده. نعم الجديده تقريبا 2 ملايين. احنا في القطاع العمومي رانا في مليون ونص. مليون ونص هذا من الستينات. رانا في المليون ونص لازدنا له القطاع وما طورناش اصلا لا فونكسيون بيبليك. لا الان رانا نشوفوا كيف الوزن يعني نتاع القطاع الخاص. لانه اولا الدوله درت
تشجيعات كثيره، تسهيلات كثيره، مع انهم صحقت الحال يعني فيها عراقيل، ولكن لا فولونتي نتاع الشباب ولا فولونتي نتاع المؤسسات الاقتصاديه وخاصه الخاصه يعني تغلبت على هذه العراقيل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للي بري قروض 60 ديسيزيون دو ليتا الجزائري لا رجعتها فيه، حتى يعني وزير العمل اعطى حوالي عنده 4 شهور ولا 5 شهور اعطى يعني الاغلبيه تاع الشباب تاع لونساج راه يرجع لي اون تران دو رومبورسي، راه يرجع في القروض نتاعو عادي. فيه نسبه قليله طبيعة الحال، هذيك النسبة تقدر تومبليفي لي شوز. نتكلموا على 7000 قضية أمام العدالة. ما كانش ما كانش منها، حتى وزير العمل كذب هذا. نعم. قال ما عندناش 7000، احنا وزارة العمل يعني حتى 7000 والبنوك حتى البنوك كذبوا، قالوا لا، قالوا أغلبية أكثر من 85% ولا 90% من الشباب اللي دار القروض راه يرجع في القروض افيك لي شونسي نتاعو. فيه نسبة اللي بالك كاين واحد ما قدرش ينجح بطبيعة الحال. انت كي تشوفي مثلا الكالكوسيتياسيون ايكونوميك في الدول الاوروبيه ولا الامريكيه، بطبيعه الحال كاين اللي ينجح وكاين اللي يخسر. في الاقتصاد اليوم تنشا 100 مؤسسه وتموت 100 مؤسسه، هذا هو الاقتصاد. فيما يتعلق بهذه المؤسسات المفلسه، هناك حل من طرف الدوله السيد تلي؟ لا، دروك على حساب لا سيتياسيون تاع 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 لو رومبورسمون دو بري ما عنده حتى دخل نجح ولا خسر. حتى مفلسه يرجع لك مفلس او خاسر، اي واحد. انت دروك تجي تسلفيني تقولي لي كي تربح ترجع لي وكي ما تربحش مرة ما ترجع لي. كابيتال غير موجود سيد. غير موجود، لا غير موجود. إليا إن كونفونسيون قالها وراهم لي كريتير باش ترجع، والدوله هذه مش متراجعه فيها ابدا. في نفس الوقت يعني التحاليل تعطي ان كل الشباب اللي داو القروض هذه كلها راهي ترجع وتمشي بعقليه. فيه الناس اللي عندهم الان حقيقه الحال ان البنوك والمديريه العامه تاع لونساج راهم يساعدوا في هذا الشباب كيف يوجدوا حل باش يقدروا يرمبوسوا لي بري تاعهم، لانها فيه اشياء اللي كان واحد ما على بالوش اللي بلوكي يفتحوا له، واحد ما عندوش ان بلون شارج يحاولوا يوجدوا له ان بلون شارج. كل هذه راح يساعد يديروا له انوتر ايشونسي، يعني ما بين البلوك ولونساج فيه يعني مجهودات كبيره باش يساعدوا هذا الشباب اللي راهم في 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 صعوبات حتى القرض يرجع. نعم. لا رجعت فيه. وربما فشل هذه المؤسسات المصغره راجع ايضا الى عدم تكوين الشباب، يعني شباب يولج عالم الاستثمارات وهو ما عندوش تكوين، وعندي رقم انه 53% من الشباب لا يملكون تكوينا لولوج عالم الشغل. وفي من بين هاد الشباب كاين من تحصل على قروض اونساج. صحيح، يعني هذا هو المشكل، لب الموضوع يعني لب المشكل، لانه كما نقولوا احنا الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا شفنا دي جون جابوا دي بري اونساج، يعني والله حرنا كفاه، يعني حتى الدوله اعطت لهم دي كريدي بونك دي كريدي اونساج، يعني تلقى الشاب ما عنده حتى خبره، لانه انا حرت في اون لوا في لونساج، مع اني استفدت من لونساج والحمد لله وما ننكرش خير الدوله يعني. كيف parmi les conditions le promoteur doit être chômeur. ونهار كانت لابور بيرسونيل 10% اللي يجيب مليار يعني 100 مليون، كومون سفيتيل ان شومور عنده 100 مليون يعني. والله كاين امور احنا حرنا فيهم يعني، وكاين دي جون جابوا دي بري مسبقا على بالنا بلي ما يرجعوهمش، وحتى الدوله ممكن لانه لما يجي الشاب يتقدم ويعني ويطلب قرض، هناك يعني لجنه المتابعه، لا هناك لجنه يعني اللي تقرر اسكو تمد ولا ما تمدش. لجنه تمنح القرض. في تحايل في الملفات، في تحايل. انا اللي دي كريتير قالوا باش انت دير مؤسسه مثلا لازم تكون راح دير مؤسسه تاع كهرباء، تكون عندك ان انجينيور، عندك ان تكنيسي بلير في سبيشاليتي، عندك كذا، ولكن احنا هذوك وقت هذو ساهلين يجيبوهم الشباب، ولهذا يتحصلوا على قروض يعني. وهذا نوليو الكلمه هذا هو الاساس، لازم كلش رقمنه كل سيستم، لازم الرقمنه. وكاين ثاني حوايج وي فو با كون سوا ثاني موغوز 100%، ما نقولوش باللي كاين شو لا فولونتي بوليتيك هنا. حنا نشوفوا كوتيديان اي دي ديسيزيون كي سون بريز، مي فودري كو سا باس اون ابليكاسيون توت سويت، باسكو حنا دي فوا نشوفوا كيما تقول الاخ كان يتكلم على القانون الان 2016 2019. نعم. يعني لو نشوفوا حسب ما يدخلوا لابليكاسيون 2016 رانا في لافان تاع 2016، جاك 2017 2018 2019 وش يقعد فيها؟ يعني ريال مورانا نهضروا على عامين ونص ثلاث سنين المدى القصير، وقلنا مدى قصير. ولكن هذا لو كان كاين واحد الكلام اللي يقولوا بالعربيه يقولوا كالوقت يداهمنا. صحيح.
الوقت ما كاينش تو كيسيون دو طون اونتر لابليكاسيون اونتر لا سيناتور دو ديكري ولا لا سورتي تاع لا لوا اي لابليكاسيون لازم وقت. حنا يقول لك لا فولونتي بوليتيك ما كاينش، كاينه لا فولونتي بوليتيك اون لا فوا ليكزيكيسيون مشكل في الكوتيديان. لي لوا كاينين، التحسين كاين، التسهيل كاين. تشوف قدر قبل كان باش تروح لكالبيراف راح نحى وخلاص لكالبيراف، دوك تروح تدي الدوسي تاعك للمديريه الصناعه، من مديريه الصناعه مع الولايه ولي دومان فقط ما كاينش الاخر. يعني فيه تسهيلات كبيره، ولكن ولكن الوقت هو الوقت اللي لا دي فوا تلحقي الاداره سون با اجور. شوف هو واش راه يتكلم يعني بالنسبه الحوار مفتوح السيد علوان. بالنسبه يعني بالنسبه لهذه المشاكل فعلا هي قضيه، وراه قالها الاستاذ يعني اعطى اشياء يعني اقتصاديه صحيحه. القضيه قضيه ذهنيات بالنسبه لكل التسهيلات الموجوده. الان رانا نشوف في التطبيق ان الوزير الاول قال في لا لوا دي فينونس 2017 كل هذا النموذج واش جاب راح يطبق. يعني اذا خرجت لا لوا دو فينونس 2017 وش معناتها؟ معناتها كله لازم يطبق. يعني معناتها النموذج دوبي النموذج هذا دوبي 2014 وهي الدوله تشوف اللي بدات الاشياء الاقتصاديه ومداخل البترول بداوا تشوفوا، وفي نفس الوقت ان الدوله ماهيش على كذا على بالها دوبي 2013 2012 باللي باش لا سيتياسيون بترولير مش راح تبقى 80 دولار يا 100 دولار. دونك كل شيء كان مدروس. لكن الحمد لله الان ان لما تشوف اول مسؤول على الجهاز التنفيذي يقول لك نعم عندنا يعني صعوبات ماليه، لكن اذا تخطينا هذا الاعتماد على البترول راح ننجحوا. انا نتمنى بلي باش كل القطاعات وكل يعني تولي زاكتور ايكونوميك يكونوا في الميدان. يعني معناتها الفلاح والعامل، احنا مثلا على مستوى الاتحاد العام الجزائريين في لي زونغاجمون تاعنا مع الدولة الجزائرية، أولا زوج حوايج اللي نثمنوهم. نعم. العمل إلى ستابيليتي. هذو الأمين العام بالذات إلى في إن تورني على شين ناسيونال أفيك لونسومبل دي زورغان دو لوجيتيا دالي فير لي ترافايير كال سيني بلي هذه طلب بور يان دي تو. مؤسسة تاعك ناجحة سي كونفونسيونيل تي بي نيغوسي، مش ناجحة خدم. وحاولنا نثمنوا العمل. علاش كما قال الأستاذ تغيير الذهنيات إي سيني با فاسيل دو يعني حتى في الدستور مؤخرا يعني كاين ماده سيد علوان تتعلق ب لا يمكن للمناصب ان تكون مصدر للثراء. يعني بما ان توصلنا في الدستور اننا ندستر ماده كهذه، يعني ان يعني مصادر الثراء بالجزائر يعني اخذت منحى خطير سيد علوان ولهذا لهذا السبب اليوم صعب تغيير الذهنيات فيما يتعلق بالمناصب هذه، يعني اللي تمنح القروض واللي تمنح الامتيازات. تفضل الاخت ورده. هي الكونستا لا الكونستا موجوده لما نكونوا عايشين في اقتصاد غير رسمي، اقتصاد غير شفاف غير واضح، منظومه تشريعيه جامده. ولما اسمحي لي بين قوسين لما نتكلموا على المنظومه التشريعيه نتكلموا على البرلمان الجزائري بغرفتيه. هل هناك رجال فقهاء في القانون من الجانب الاقتصادي ويخلوا الدوره الاقتصاديه تمشي كما تكلم عليها ادم سميث وكينز والى اخرهم؟ هل عندنا دي تيوريسيان يحطونا امام موديل ايكونوميك اللي الجزائري يحاولوا انهم يقنعوه ويصبح في راسه ليكونومي ليبرال ماهوش هو ليكونومي سنتراليزي؟ لازم نرجعوا. كان تكلم قبيله كلمه الاخ الكريم وقال العمل يفوك لا ريشيس تخرج من سواعد الجزائريين ومن ادمغه الجزائر لا ماتيير غريز. هذه الثقافه الاخت ورده ما تجيش في سنه او سنتين او ثلاث سنوات رايحين نمروا. ما تعودنا على النمط الاشتراكي سيد نعم تعودنا على النمط الاشتراكي في بطبيعه الحال لان ثقافتنا الان انا قبيله ما خليتنيش نكمل الفكره. قلت لك لي بارن الادخار العائلي يمثل 50% في الولايات المتحده الامريكيه بارابور الادخار الحكومي واللي هو يصبح كتمويل. في الهند 97 13% القطاع الحول العائلي الادخار العائلي، الادخار اللي هو قطاع الاعمال بقطاعيه العمومي والخاص، وبعدين القطاع الحكومي. انا كي شفت هذه لا فورمول هذه قلبتها لقيت 3% اللي هو الان الدوله في الهند 3% فقط تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني. احنا في الجزائر سي العكس،
الادخار العائلي ما كانش، ادخار القطاع الاعمال اللي هو القطاع الخاص والقطاع العمومي ما كانش، بقى القطاع الحكومي. وصرنا صرات لنا ازمه كبيره ان القطاع الحكومي كان يمثل 97% في التمويل الاقتصاد الوطني. اليوم هذاك المداخيل البتروليه، المداخيل العمله الصعبه ذهبت انتهت. ربما ربما سي سلال يقول ديسي 2018 نحافظوا، والدراسه تقول تحافظ على 100 احتياطي الصرف 100 مليار دولار. انا ربما داروا معايا تسجيل مره غني في هذا الاسبوع، قلت لهم سي سلال صحيح 100% في حالة واحدة، لما يتنبأ أنه عنده دراسة تقول بأن سعر البترول يرتفع إلى أكثر من 80 لا حتى ولو دولار. هو يتكلم على الاقتصاد البديل، الاقتصاد البديل للأخت الفاضلة يعني نقدروا نستغناو نهائيا يعني إذا ما كان استقرار اقتصاد بديل متين. إذا تكلموا تسمح لي برك نكمل الفكرة برك. إذا كان تكلموا على حقائق الجزائر ما لازمش نغطيو الشمس بالغربال. لا ما نغطيوش، حنا نتكلموا بكل شفافية وديمقراطية. ميزاننا الداخلي، خزينة الدولة الجزائرية في عجز، لأن مداخلها من العملة الصعبة. الأخت وردة، قوة الاقتصاد الوطني وفي قوة العملة تاعو، ومنين تجي قوة الاقتصاد؟ هو أننا تصبع عندنا منتوجات فائضة تصدر إلى العالم الآخر. احنا مازال ما وصلناش إلى الإنتاج المحلي الجزائري. لما هذا الجان يحوس برودوي باش يروح لافريك ويروح لكدا، ها حل غير مشكلتك هنا، حل مشكلتك الداخلية. لما نحلوا مشكلتنا الداخلية، لما يولي المنتوج المحلي الجزائري موجود في الطلب عليه ولا دوموند عليه، معناتها اللوفر أوغمونت بارابور لا دوموند، لا أون بار باش نحافظوا على 100 مليار دولار كإحتياطي احتياطي الصرف. اما اقتصادنا اننا نحبوا زعما نضخموا الاشياء كسياسيين او كاقتصاديين، ونحبوا هذا الوطن، ماكش ما نحبش الوطن هذا، ولكن نتكلم من منبع من منبع معقول، ان مداخلنا من العمله الصعبه، اقتصادياتنا مبنيه على مداخل البترول الى غايه اليوم. باش ندير قلعه اقتصاديه ماشي في سنه الاخت ورده، باش نديروا اقلاع اقتصادي وباش يصبح هذا الجان وليجان كما هو يبرودوي ويجيبوا لنا عمله صعبه، يفو دو طون على مدى، انا ما نقولكش المدى القصير، نقول لك المدى المتوسط والمدى الطويل. اون بارلو بير لي 2025 2030، تما رانا نتكلموا على اقتصاد متنوع وفعلي، وهذا ما يعنيش ان الجزائر ما عندهاش امكانيات. انا نقول لك وقلت نقول، لان هذه الثلاثيه اللي ربما الاخ الكريم كان مشارك فيها وشاركت فيها الطاقم الحكومي وشاركوا فيها ارباب العمل، انا نقول لك باللي كانت مبنيه على تقرير صندوق النقد الدولي الاخير اللي يقول على الجزائر تنويع الاقتصاد الوطني، ويقول الجزائر من بين نقاط قواها انها ما عندهاش مديونيه، انها عندها احتياطي صرف اكثر من 150 مليار دولار دو ريزيرف، معناتها نقدروا نسيروا حوالنا اذا وضعنا المكان السوردي المناسب في المكان المناسب. اذا صح فتحنا، اذا كانت عندنا هذه العقيده لازم تحول الى المواطن الجزائري، الى الفرد الجزائري، الى الطاقات الجزائريه، الى عقول الجزائريين، هنا بطبيعه الحال انا نقول لك، وانا عمري لا خفت على الجزائر، لان الجزائر موالفه تمر. وحنا مستعدين، انت كطونك جان وصارحني القول، ما مستعدش تاكل الخبز اليابس فيها اجل هذا البلاد. هو يقول لك انا ما نسرقش مالغري يسرقوا كامل الناس، معناتها احنا ماناش موالفين بالزبده والفرماج والكيوي ولا نو، احنا الشعب ثائر، شعب صبور، شعب يقدر يخدم، لكن نحول الثقة بين الحاكم والمحكوم، نحول بين الطاقم اللي الحكومات المتعاقبة. يا الأخت وردة، خدمنا أوتوروت، قال فراك ما تدخلها الناس، انا جيت داخل تونس في الصيف برك، خلصت 30 دينار على السياره تاعي. حتى اللي في مشيت في طريق يعني، اللي مشيت في طريق دو بيست، ما يعني دي ترونسون كامل مكسرين. احنا اوتوروت، ناس عندهم دي كاميون دي بوس اكسترا، يمشيو في الاوتوروت ما يخلصوا ولا الفراك، وانا نجي نخلص الفينيات نفس الطريقه. لا يا سيدي، التوزيع العادل الثروه، ولما نقنوا تشريعات قوانين من ثقيف من برلمان قادر على شقاه تما، بطبيعه الحال الاقتصاد الوطني. نقول الاخت ورده يمشي خطوات. ما جاوبتنيش، لكن ما جاوبتنيش على السؤال تاعي فيما يتعلق بمناصب التي اصبحت مصدر للثراء ولهذه الاسباب، هذه المناصب، هذه انتشار البيروقراطيه بشكل واضح وواضح جدا فيما يتعلق بهذه النقطه، حتى تمت دسترتها في الدستور الجديد. انا نقول لك شيء، انا نقول لك حاجه، لان الثراء الفاحش، انا تكلمت لك بطريقه اخرى وجاوبتك بطريقه اخرى، قلت لك لما نعيشوا في ليكونومي انفورمال، ما كانش اللي حاسب واحد اخر، ما كانش حتى، لا ما نتكلموش على ليكونومي انفورمال، نتكلموا على البيروقراطيه. الثراء الفاحش لما صاحب المناصب يجيبوا دعمه ولد خوه والصالير تاعو يكون
هل من المعقول الصالير دو باس تاع الجزائري يفي 20,000 دينار؟ اذا انت تشجع الثراء؟ لا 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 لا. اسمعي لي نقول لك اختي ورده، اسمعي لي نقول لك اختي ورده، يعني اللي عنده سميك هابط من حقه انه ياخذ رشوه. اختي ورده خليني نقول لك، هل من المعقول، هل من المعقول في دوله محترمه ان السميك 20,000 دينار والبرلماني يخلص 40 فوا بلوس؟ لا لا لا، هذا نقاش اخر سيد علوان. لا، نتكلم لك على مشكل المناصب فيما يتعلق بالبيروقراطيه على مستوى الادارات لتعرق الاستثمارات. لان لا فالور دو ترافاي ما كانش، لا فالور دو ترافاي ما كانش، لانه ما كانش لا فالور دو ترافاي. اذا نشجع هذا النوع من الموازين، لي فالور سي انفيرسي، اللي يخدم ديري له دي باريير، واللي ما يخدمش هو اللي يستفاد، هو اللي يربح، هو اللي كذا، هو اللي كذا. ما كانش محاسبه كما كان يقول الاخ الكريم، اعطيني وحاسبني. ما تجيش انت في موسم من المواسم تمسح لي الديون. نو، هذه العقليه هي اللي خلقت العقليات. اذا كنا نتكلموا بطريقه شفافه الاخت ورده، واني نعم. واعي واش راني نتكلم. نعم، واعي ومسؤول على اللي نتكلم. انا جي سي داتر بوزيتيف دركا، باسكو اون بوزوان داتر بوزيتيف. حابين نبنوا هذه البلاد، اوني اون سيتياسيون ديليكات، ما نكذبوش على ارواحنا، ولكن يفودري كوميم voir il y a des entreprises qui réussissent, il y en a qui travaillent, il y en a qui recrutent malgré la situation. شوف يدور كمثلا نرجع الرقم هنا la volonté politique هنا un ministre à l'économie numérique vient d'être désigné. صحيح، هذه عمرنا ما صارت عندنا. هذه ديجا سي ان بون سينيال. جو بونس عنده الوقت باش يدير الارمادا جوريديك و توسا، مي الوقت يفودريك الوقت، لازم يدير القوانين تاعو تدخل في التنفيذ بطريقه يعني جد سريعه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، لو نشوفوا كاين دي زيكزومبل دول اللي نجحت في وقت جد قصير، دي استونيا مثلا ولا جورجيا، يعني دول ماهوش دول متطوره، ماهوش من الدول اللي معروفه في الاخر، في مده اقل من عام انه بدلوا القوانين، راحوا للرقمنه بطريقه جد سريعه. Ils ont tout déjà digitalisé. Ils ont ouvert les sites internet. Et en une année, ce qu'ils ont gagné dans le classement de Doing Business, qui est un classement critère de plus ou moins d'appréciation de l'efficacité de l'économie, du climat des affaires. يعني ربحوا 60، كانوا في 60 ولا 69 رتبه. احنا رانا في 153 سيدي. والله ما نقدر نقول لك، جي با الشيفر تاعي، جو با دوني دي بيتيز، مي اوني مال كلاسي، اوني مال كلاسي. هادو سي دي شوز دي زابريسياسيون، اون سبوز لا كيستيون علاش لي زيديو ماهمش يجيو. صحيح. كاين لونفيرونمون، كاين لونفيرونمون ديجا بريباري، كيجيك ملتي ناسيونال جيب لي كادر تاعها يخدموا، يا لونفيرونمون، هذا الكادر لازم يسكن في بلاصه محترمه، لازم المدارس الدوليه تعود كاينه باش يقري ولادو، لازم وين الزوجه تاعو تروح تدير الرياضه عنده وين تروح، كاين وين البيان، كاين لونفيرونمون. شوف في دول مثلا الجوار تلقى شركات المديريه الجهويه تاعها في 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 المغرب ولا في تونس ولا في كاش دو لاغر، والرقم الاعمال تاعها 80% في الجزائر. كاين هذا الاخر، يعني كاين ترافاي افير. اذا تظنون انه برقمنه النظام يعني بصفه عامه الرقمنه تجيب التسهيلات، رايحين نقضيو على البيروقراطيه، ماشي نقضيو، لعلهم نقضيو عليها، ما جيب مع ماشي لازم يفوا في باكيت ماجيك. كيما قال لك الوزير الاول ما عندوش خاتم سليمان باش يبدلها، ما نديروا رقمنه، ولكن الفا نوتراليزي با مال دو بروسيدور، يعني دو بيروقراسي. كاين حوايج كل تسهل. انا شفناها، قلت لك اليوم مثلا في الرقمنه اللي عملوها في الوثائق. نعم. المدنيه الداخليه داخل. نعم بيان سور، قبل باش تروح تجيب كارت ايدونتيتي تديك لاك نيسونس تاع جدك وتجي ماش على الاخر، دركا يا بلوسا. نعم تفضل السيد اللي كان تكلم. هو بالنسبه بالنسبه يعني في الحق النموذج الاقتصادي الجديد ماهوش من امس، يعني في الحق صحيح، هي الحكومة حضرت له. أولا توجيهات تاع السيد رئيس الجمهورية، الطاقم الحكومي مع التوجيهات اللي تعطات له بدا في لازم نوجدوا بديل. البديل أكدوا الأستاذ، وفي نفس الوقت أكدوا السيد الوزير الأول بلي باش عندنا كل القدرات سواء البشرية ولا المادية وباش نقدروا نتخطاو هذه، ولكن لازم مشاركة الجميع، يعني من السياسيين، مسؤولية جماعية. نعم أستاذ، كل يعني من 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 سياسيين، من اقتصاديين، من مسؤولين، من عمال،
من 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 شعب كلنا نضامنوا مع بعضنا حتى نرفعوا التحدي. كان اخ يعطي الامثله هذه يعني نشكره نعم. على هذه لان لافسيو يعني يتبع بزاف هذه الاشياء. روحوا برك لاسبان مقرب لي لهنا اسبانيا ولا اندونيسيا ولا الاقتصاد تاعنا كان خير منه في السبعينات انقلبت الموازين. اسبانيا الجزائر كانت مديره التعاون في دوله الاسبان في السبعينات طبعا تعاون فيها. احنا الان يعني الدوله درت عده تجارب مثلا في لونساج هذا بالنسبه للامبلوا بالنسبه للثقه وهذه هي الاساس والوقت. يعني انا شفت الناس اللي عندهم الاموال وراك كنت تقولي الثراء الفاحش نعم بالرقم انا يظهر كلش هذه واحده فعلا. ثاني حاجه ان الدوله على بالها بكلش رجال الامن يعني على بالهم كيف كان الانسان وكيف ولا ثار هذا واش كنت تقول سي علوان كل شيء شوف ما كانش يعني ما كانش حاجه لحقنا اننا دسترنا هذه الماده سيكل الامور اخذت منحى اخر يعني باش لحقت انها اصبحت ما تنسيش انه ان الاستاذ قال حاجه قال لما نعيشوا فلان فورمال وكل واحد ما على باله بواحد ولكن الشفاف من الان الفورمير 30 مليار دولار راح اللي راح برا 40 مليار دولار. هذا هو الثراء اللي تكلم عليه الاخت ورده هذا كذا هو الثراء. لا انا اتكلم عن الثراء داخل فيما يتعلق بالمناصب والعهد السيد. انا كيما نشوف مناصب ساميه للدوله اخت ورده انا كيما نشوف ليكزومبل اللي دارته الدوله بلي باش اللي عنده دراهم يجي يحطهم وما عنده حتى محاسبه 7% نعم. لا يعني الامتثال الطوعي ما تهمش 7% هذيك الامتثال الطوعي اللي عنده دراهم اللي عنده دراهم شاف با كومبرود منين جاوك الدراهم هذا هو الاساس. ما كانش الناس كل جات كاين بعض الناس اللي كانت عندهم شجاعه وجاوا حطوا دراهم. الان الناس اللي ما حطوش شافوا الناس اللي حطت دراهم راهم يخدموا بالعكس فيه عراقيل كما قلت والعرقله الوحيده اللي شكوا منها هذو الناس هذو هو انه مش كيحطهم لما يسحق ويجهز وحنا العقليه بيسكرنا في الانفورمال انه يسحق الليكيد يسحق الليكيد اكثر من الشاك صح. يسحق الليكيد كنت تقولي له هو يقدر يعني المصالح نتاعو من البيت نتاعو يريقلها الكترونيك يسالوا هذاك يبعث له الشاك ما نكونوش مجبرين نستعملوا الشاك باش بالاموال. احنا العقليه الان الجزائريه وخاصه في الانفورمال يتعامل مع الليكيد الان الدوله راهي قاعده في سياسه ولكن مع الوقت نتمنى بلي باش تتغلب عليها بلي باش توصل الناس الكل انها تتعامل عادي وتتنحى العقليه وتنحى. هو المشكل نتاعو انه داير يعني احنا نقشوا معاهم احنا هذو الناس يجوا حتى لعندنا الاتحاد العام الجزائري يقول لك انا نسحق دراهم درك وسيدي يحب ليكيد نحب نهزهم درك يا خويا حط النص لا المهم يديروا الاشياء حط النص بصح لما لو كان يوالف باللي باش تعود كلش الكترونيك ويلقاها كل سهله محتشف. هو راح يحتم صاحبه يقول تسمع لي اخويا اخي تعاوز دراهم انا نبعثهم لك في الشيك تاعك تروح حزهم ليكيد وبهذه تدخلنا هذه العقليه. انا كيما نشوف ان الناس بعد هذه العمليه مع انه ما كانتش مشاركه كبيره يعني اللي كانت تتمناها الدوله لكن الان الناس ولات عندها ثقه باللي باش اللي عنده دراهم يحطهم في البنوك. لو كانت اكثر بنوك يعني بريفي كانت ان العمليه تنجح اكثر. نعم ربما فيما يتعلق ب انا هذا كلامهم هذا كلامهم نعم. هذا شيء ايجابي عمك تدخل 40% من الاقتصاد الوطني للبنوك لو كان دي بنك بريفي كاينين بزاف يعني في كانوا ممكن يثقوا اكثر ويكونوا الناس ترجع دراهم اكثر. نعم فيما يتعلق في هذه النقطه اما الثراء ما حبش يجاوبك الاستاذ ما حبش يجاوبني الاستاذ عطاها لك عطاك اجابه اقتصاديه وهي صحيحه على كل لما تظهر الامور كل سهل كل شيء يحبس. نعم فيما يتعلق بهذه النقطه تاع لي بروموسيون يعني اليوم لي نوتير ما عادوش يكتبوا الناس اللي تجيبهم اموال اون ليكيد يعني شاري المنزل اللي توبليجي دو باسي باغ لا بون توتار لازم يدخلوا باسكو يقدر غدوه قدر الله تبدلوا لي بيد بون واش يدير بهم السيد هذا لازم يدخلهم الاخر. اسكو نستناو حتى نبدلوا لي بيد بونك تسهيلات هنا وسيرتو يا لونجاجمون دو ليتا يا لونجاجمون دو ليتا باش نغيروا هذا مدير اللي ديسيدا ولا حاجه باش نغيروا النقود تاعنا تكلفنا كثير. نعم ماشي فتره لكن انا باغي نقول للاخت ورده حاجه عشتها انا. نعم اون اوروب في بلجيكا باختصار في بلجيكا جبت 500 اورو دخلت لبليزيور بيسري ما حبوش يشدوا عليا خافوني 500 اورو 500 اورو سي كوا أظن أنهم متجهين نحو إلغاء لي 500 أورو كاريمون خاف ما حبوش يخلصوا عليا أصلا لأنهم كل شيء
فورمال. انت لما تثيق في البنكة والبنكة الشيك بنكي تاع بنكي يقول لك انا ما نديش انا ما ناخذوش، لان الثقه ديجا في البنكة ما كانش في السيستم بونكير الجزائري. في فندق في مدينه جزائريه جيت نسلك بالشيك قال لي ما تقدرش تسلك نسلك الفندق وهذه يعني كبيره. نعم معناتها هذا يعني ماهيش راهي معناتها الامور جد معقده، ما رايش حاجه لازم 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 ديبا كبير. لازم كلمه اخيره زوج ثواني بك. نعم يعني شوفي لا فولونتي بوليتيك هنا يفو با نقولوا باللي ما كانش كاينه لا فولونتي بوليتيك هنا. رانا نشوفوا في تحسينات يوميه اليوم. انا قلت لك كاين ولات تدخل له يقول لك انت امر وانا نخدم. هذه قبل عمر راغه ما نعدوش نقولوا غير كاين الحاله مش مليحه، ولكن كاين حاجه مش الحاله مش مليحه. يفو دير يفو فال كوراج لو دير، ماشي تقول غير الدنيا رايحه كما كل شيء. ولكن دون لونسومبل انا نشوفوا شباب ناجحه والقوه هذه تاع الشباب هي لافنير نظام تاع. ونخليو السيد عبد السلام هو يختم البرنامج. تفضل. هذيك الكلمة أخيرا نوجه الطلب تاعي للسيد الوزير الأول عبد الملك سلال. تفضل. نقول له باش يدير متابعة للقرارات اللي اتخذهم يعني في مجال في يعني في يعني على جال البيروقراطية، لخاطر مازال هناك يعني إدارات وإدارة، هناك مازال هناك مسؤولين يعني كي تدخل ليه يقول لك شكون بعثك. يعني أنا صحيح. نجي مستثمر وباش نخلق ثروه ونخلق مناصب شغل في ولايه من الولايات، وكي ندخل لعندك تقول لي شكون بعثك، يعني والله صافي مولوكور يعني. فهمت كيف يعني؟ يعني مشكل البيروقراطيه اللي كون يتنحى المشكل يعني الكبير في الجزائر هو مشكل البيروقراطيه. لو تتنحى البيروقراطيه رانا رايحين نربحوا 100 سنه. خاطر لو كان يكملوا هكذا انا كشاب نلقى روحي الشيخ ومازالني في هذا الاستاد يعني ندور في غير في ان شاء الله. نتمنى لك ذلك سي عبد السلام، نتمنى لك ذلك، نتمنى لك التالق ومزيد من النجاحات ان شاء الله. ونتمنى ان تكون هناك اذان صاغيه لكل متطلبات المستثمرين سواء كانوا من لونساج او من شركات المؤسسات الاقتصاديه بصفه عامه عموميه كانت ام خاصه. نشكركم جزيل الشكر. وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي. لكم تحيات مخرج البرنامج ستودن بخوش، سكريبت نجمة بالبحرية، الصحفية أمال عوف، الفريق التقني للأستوديو رقم واحد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.